نشرة رياضية جديدة تأتيكم من إكسترا نيوز، أهلا بكم. يواصل المنتخب الوطني تدريباته استعدادا لمباراة الكاميرون يوم الخميس المقبل في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا باستاد أولمبيي، الذي قرر الكاف إعادة فتحه لاستقبال مباريات البطولة مجددا. وأدى المنتخب الوطني تدريباته على فترتين، تضمنت الفترة الأولى تدريبا بدنيا واستشفائيا في مقر إقامته، فيما أدى تدريبه المسائي على الملعب الفرعي لاستاد أحمد أهاديجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي. وشارك في التدريبين جميع اللاعبين عدا أحمد حجازي، الذي تبين من الفحوصات التي أجراها إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة، كما أجرت بعثة المنتخب الوطني مسحة طبية لجميع نتائجها كانت سلبية. يتوجه أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني مساء اليوم إلى مدينة ميونخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك، وفقا لما تستلزمه الإصابة التي مني بها خلال لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الإفريقية. وكان حجازي قد أصيب في العضلة الضامة أثناء المباراة، ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة، حيث أجريت له فور انتهاء المباراة أشعة أكدت نتيجتها إصابته تمزق في أوتار العضلة الضامة، ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة. اطمأن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على سلبية المسحة الطبية الرسمية التي أجراها المنتخب الوطني ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الإصابة بفيروس كورونا، وذلك استعدادا للقاء منتخب الكاميرون المرتقب. وتواصل وزير الشباب والرياضة مع بعثة المنتخب للاطمئنان على كافة الاستعدادات للمباراة التي تترقبها الجماهير المصرية، متمنيا لهم التوفيق في المباراة والفوز بها استكمالا للأداء المميز الذي يقدمه اللاعبون والانتصارات التي يحققونها بالبطولة. أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف عن تعيين الجامبي بكاري جسامة حكما لمباراة مصر والكاميرون المقرر إقامتها في 9 مساء الخميس ضمن منافسات الدور نصف نهائي بأمم إفريقيا. وكان بكاري جسامة حكما لمباراة واحدة لمنتخب مصر في هذه النسخة من المباراة أمام منتخب نيجيريا في دور المجموعات. التقى المنتخبان المصري والكاميروني في 27 مباراة في كل المنافسات، وكان للمنتخب الوطني نصيب الأكبر من الفوز في المباريات.
وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا محمد خالد الناقد الرياضي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك وبكل مشاهدي قناة إكسترا نيوز. أهلا بك. طبعا مواجهة يعني صعبة، هل لك أن تطلعنا عن آخر المستجدات داخل معسكر المنتخب والاستعدادات كمان النهائية لمواجهة الكاميرون يوم الخميس المقبل؟ بالتأكيد طبعا، خلاص احنا دخلنا في الأدوار النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، خلنا دور نص النهائي. منتخب مصر المنتخب العربي الوحيد المتبقي من الفرق العربية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالكاميرون. داخلين على مباراة صعبة ومباراة كبيرة، هنقابل البلد المضيف منتخب الكاميرون، منتخب كبير بيضم عناصر مميزة، عندهم أمل وعندهم طموحات كبيرة إن هم يحققوا البطولة على ملعبهم. هيستفيدوا أكيد بالحضور الجماهيري الكبير المنتظر في ملعب أولمبي يوم الخميس، لكن منتخب مصر الطموح ما بيقلش خالص عن الكاميرون. لعبوا كتير في أجواء مشابهة في حضور جماهيري كبير وما تأثروش وحققوا انتصارات، فالمنتخب مصمم على الهدف اللي هو بدأ من خلاله البطولة هو تحقيق اللقب. يمكن كان في حالة عدم تفاؤل شوية من دور المجموعات وتحديدا خلال مباريات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان من الأداء، لكن الحالة اختلفت تماما بداية من مباراة كوتوفوار في 2019. الأمال والطموحات عند الجماهير خلاص احنا لازم نرجع بالبطولة الثامنة السنة دي من الكاميرون. المنتخب وصل منافس شرس على البطولة السنة دي، ما يهموش هيقابل مين. يمكن منتخب مصر هو تقريبا أصعب مشوار لأي فريق في البطولة لحد دلوقتي، بيقابل منتخبات كلها من منتخبات الصف الأول في قارة أفريقيا، إذا كان نيجيريا في دور المجموعات مرورا بكوتوفوار والمغرب في دور 16 ثم 8، وأخيرا يوم الخميس مباراة الكاميرون في نصف النهائي وفي حالة تأهله إن شاء الله، فالأقرب إن هو يواجه السنغال. منتخبات كلها كبيرة جدا، منتخبات من منتخبات الصفوة في أفريقيا، ومع ذلك منتخب مصر كمل في مسيرته. لو هنتكلم على آخر الاستعدادات، يمكن أجريت مسحة لمنتخب مصر امبارح وجاءت نتيجتها سلبية، النهارده اتكررت نفس المسحة بعد إشاعات كتير، إشاعات هدفها إثارة بلبلة داخل صفوف منتخب مصر بإصابة محمد صلاح بفيروس كورونا، لكن المسحة جاءت سلبية وأكدت إن جميع عناصر منتخب مصر بخير، كل لعيبة منتخب مصر جاهزة للمباراة، عدا طبعا زي ما كل الناس عارفة أحمد حجازي اللي تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضمة ومش هيكون موجود مع المنتخب في باقي البطولة، طبعا بنتمنى له الشفاء. حجازي يمكن النهارده الصبح طيب عقد فضل. يعني خلينا ننتقل طيب يا استاذ محمد لتصريحات كانت النهارده لمدرب الكاميرون انه يعرف نقاط قوه منتخب مصر وانه بيسعى لتقليص فارق الالقاب. برايك من يمتلك الحلول والاكثر خبره لحسم مثل هذه المواجهات، كيروش ام مدرب الكاميرون؟ لا بالتاكيد هي المباراه انا شايف ان هي في بين اقدام اللاعبين اكتر. يمكن طموح لعيبه منتخب مصر والخبرات اللي عند لعيبه منتخب مصر، حتى وان كان في بعض اللعيبه بتشارك لاول مره في بطولات افريقيا، لكنها بتلعب جنب لعيبه او معاها في المنتخب لعيبه كبيره جدا عندها من الخبرات الكبيره جدا اللي تخلي المباراه يعني الكفه تميل لصالح منتخب مصر شويه. اكيد مدرب منتخب الكاميرون عنده امال كبيره ان هو يحقق اللقب وما يقدرش يقول غير كده، خصوصا ان المباراه او البطوله بتقام في الكاميرون والفريق بتاعه وصل نص نهائي، فكلامه فيه هدفه تحفيزي شويه للعيبه، لكن هو يدرك جيدا يعني كم الخبرات عند لعيبة منتخب صحيح مصر، ويدرك جيدا صعوبة المباراة على فريقه، خصوصا ان منتخب مصر بيملك لعيبة يعني من الصف الاول في قارة افريقيا دلوقتي، ولعيبة من الطراز العالمي صحيح زي محمد صلاح افضل لاعب في العالم، واكيد هيبقى في جلسات مدرب الكاميرون مع لعيبته ازاي نوقف خطورة منتخب مصر عن طريق محمد صلاح. منتخب مصر او محمد صلاح تحديدا عنده حلول كتيره جدا جدا جدا، شفنا في مباراه المغرب في الاكسترا تايم والكل كان متوقع ان الحاله البدنيه او اللياقه البدنيه للاعيبه منتخب مصر هتنخفض في الوقت الاضافي، ولكن شفنا محمد صلاح بمهاره فرديه رائعه من الناحيه اليمين قدر يمر من لاعب ومن اثنين ومن ثلاثه من لعيبه منتخب المغرب، قدر يهيئ الكره لتريزيجيه اللي سجل من خلال هدف عظيم. فمنتخب الكاميرون عارف هدفه طبعا تحقيق الفوز في المباراه، وهدفه ان هو يفوز باللقب، لكن هو مدرك بشكل كبير جدا اهميه المباراه وصعوبه المباراه، وده كمان شفناه في تصريحات صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني طبعا والنجم الكبير في جلساته مع لعيبه منتخب الكاميرون اللي اكد لهم ان المباراه اشبه بالحرب اللي احنا لازم نفوز بيها. طيب خليني اسال حضرتك برضو، هل غياب الشناوي وحجازي كمان سيكون له عامل مؤثر على اداء المنتخب امام الكاميرون يوم الخميس؟ بالتأكيد الشناوي وحجازي عناصر مهمة جدا جدا ومن القوام الأساسي لمنتخب مصر. يمكن الشناوي واحد
من ابرز حراس المرمى في قاره افريقيا في السنين الاخيره. نفس الكلام بينطبق على احمد حجازي، واحد من المدافعين اللي بيمتلكوا خبرات كبيره جدا جدا في البطولات الافريقيه ومع منتخب مصر. لكن شفنا في مباراه كوتوفوار في دور ال 16 بعد خروج الشناوي للاصابه دخل محمد ابو جبل، ما حسيناش باي فارق، حسناش باي اختلاف، يعني يمكن بالعكس ابو جبل كان موفق جدا في ركلات الترجيح وقدر ان هو يصد ركله ترجيح كانت مؤثره جدا في تاهل منتخب مصر للدور الثمانيه. شفناه برده تالق بشكل كبير جدا جدا في مباراه المغرب، وحتى لما خرج ابو جبل لاصابه وان كانت اصابه اخف شويه من اصابه محمد الشناوي، دخل محمد الصبحي الحارس الشاب وادى اداء جيد. ما حسيناش برده ان في مشكله في حراسه المرمى. في مركز قلب الدفاع عندنا عناصر كتير جدا جدا مميزه وتقدر تعوض غياب احمد حجازي، من ضمنهم محمود حمدي الونش اللي رجع من الاصابه، وده هيمثل اضافه وقوه كبيره جدا لدفاعات منتخب مصر. متواجد ايمن اشرف، متواجد محمود علاء، متواجد المدافع المتالق جدا من بدايه البطوله محمد عبد المنعم. فانا شايف ان منتخب مصر ما عندوش اي مشكله ان شاء الله الغيابات هنقدر نتغلب عليها وهنخوض المباراه بكل قوه باذن الله. منتخب مصر قادر على تحقيق الفوز والصعود للمباراه النهائيه ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد خالد الناقد الرياضي على كل هذه التفاصيل. يلتقي منتخب السنغال مع بوركينا فاسو الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية. وكان منتخب السنغال حسم تأهله لدور نصف نهائي بعدما فاز على غينيا الاستوائية بثلاثة أهداف مقابل هدف في ختام منافسات الدور ربع النهائي، بينما صعد منتخب بوركينا فاسو إلى الدور ذاته بعد تغلبه على تونس بهدف نظيف. واصلت مصر صدارة التصنيف الجديد لرجال السكواش خلال شهر فبراير الجاري، وذلك بعدما حافظ علي فرج على صدارته للشهر السادس على التوالي، وذلك منذ تربعه على قمة التصنيف في سبتمبر الماضي، بينما حل محمد الشرباجي في المركز الثالث، وتقدم البطل المصري الواعد مصطفى عسل إلى المركز الرابع. كما واصلت مصر صدارة التصنيف العالمي لسيدات الاسكواش في شهر فبراير، وذلك بعدما نجحت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا في الحفاظ على صدارة جدول ترتيب التصنيف العالمي للشهر السادس عشر على التوالي لتتصدر التصنيف للمرة السابعة والأربعين في تاريخها. كما حافظت نوران جوهر على وصافة جدول التصنيف واستقرت هانيا الحمامي في المركز الثالث. يخوض فريق الأهلي مرانه الأول بالإمارات اليوم ضمن التحضير لخوض مباريات كأس العالم للأندية، والتي يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة مونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل في مشاركته الثامنة بمونديال الأندية. ويأمل بطل مصر وأفريقيا في تحقيق مركز متقدم في نسخة 2022 بالإمارات رغم الغيابات الكثيرة التي يعاني منها الفريق. تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن لقاءات المجموعة الثالثة في منافسات الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية، حيث يلعب الزمالك أمام طلائع الجيش، بينما يواجه فاركو فريق أم بي، كما يلعب غزل المحلة أمام سيراميكا كليوباترا. وستقام جميع اللقاءات في الخامسة مساء، ويتصدر المحلة ترتيب المجموعة بالتساوي مع أن بي برصيد 8 نقاط. حسم نادي الإسماعيلية التأهل من المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية بعد فوزه على الجونة. المزيد في التقرير التالي. جولة جديدة من منافسات دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الأولى. فريق الاتحاد السكندري حقق فوزا مثيرا على فيوتشر بهدفين مقابل هدف في لقاء أقيم على استاد السلام ضمن مباريات المجموعة الأولى. اللاعب طارق طه تقدم لفيوتشر في الدقيقة التاسعة من ضربة جزاء، ثم أحرز اللاعب الأنغولي أغوسينيو مابولولو هدفين متتاليين في الدقيقتين 87 من ضربة جزاء و93 من عمر المباراة.
الفوز رفع رصيد الاتحاد إلى 11 نقطة يحتل بها وصفة ترتيب المجموعة الأولى وبفارق نقطة خلف فيوتشر صاحب الصدارة، ويتقدم الاتحاد السباق على بطاقة الصعود إلى نصف النهائي كأفضل فريق يحتل المركز الثاني في انتظار ما ستسفر عنه مباراة إنبي مع فاركو يوم الثلاثاء. فريق الإسماعيلي تأهل إلى الدور نصف النهائي بعدما احتل صدارة المجموعة الثانية، وذلك بفوزه الكبير على فريق الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في استاد الإسماعيلية بالجولة الأخيرة من دور المجموعات. وسجل رباعية الدراويش كل من محمد دسوقي والبوليفي كارميليو الجراناز ثم الأرجنتيني دييغو فرناندو وعبد الرحمن مجدي، بينما سجل هدف الجونة الوحيد اللاعب خالد قمر. وبهذه النتيجة تصدر الإسماعيلي ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط بينما توقف رصيد الجونة عند 5 نقاط. وفي المجموعة الثانية أيضا فاز فريق المقاولون العرب على سموحة بهدفين لهدف في مباراة أقيمت على ملعب عثمان أحمد عثمان. اللاعب عماد فتحي سجل الهدف الأول للمقاولون في الدقيقة الثانية، ثم أضاف الكولومبي لويس إدواردو الهدف الثاني في الدقيقة 77، بينما سجل هدف الفريق السكندري الوحيد أحمد رمضان بيكهام في الدقيقة 79. يستضيف منتخب البرازيل في 2:30 فجر الأربعاء منتخب باراغواي في إطار منافسات الجولة 16 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، وضمن منتخب البرازيل تأهله لكأس العالم بعدما تصدر المجموعة برصيد 36 نقطة، بينما احتل منتخب باراغواي المركز التاسع برصيد 13 نقطة. وضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال يواجه منتخب الأرجنتين نظيره كولومبيا في 1:30 صباح الأربعاء. وضمن منتخب الأرجنتين التأهل إلى نهائيات كأس العالم بعدما احتل المركز الثاني خلف البرازيل المتصدر، ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بعد الفوز في المباراة الماضية أمام تشيلي برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 5 لقاءات دون خسارة. فاز فريق بوستون سيلتكس على ميامي هيت 122 مقابل 92 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وبهذه النتيجة رفع سيلتكس رصيده إلى 27 فوزا مقابل 25 خسارة، بينما توقف رصيد هيت عند 32 انتصارا مقابل 19 هزيمة. Richardson to the basket for two. 40 is this guy calling you probably. I was trying to. I know what you call it. Oh wow! I think Rob Williams. Richardson for two. Silva in the game. Ooh! Whoa! Tough shot. Struce has hit a three already, hits another. Three. Offensive board to Silva. Hero keeps it moving. Guy will take it and make it. Misses the free throw, 32-26, it's down to 6. Now it's down to 3. Once again, Jason Tatum stuck at the scorer's table. They wouldn't let him in. Here wow. Go. Don't get bogged down with the zone. It's kind of like a man-to-man. Brown open. Knocks down a three. Brown pulls up. Hero goes to the basket. He gets rejected by William Brown. Couldn't convert. Had a Bayou with some strong defense. Martin in a hurry. And he banks it home.
ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.